واصبر. من ضمن الرضا او من ضمن مبدا الرضا انك انت تصبر على اي شيء تبتلى به في حياتك. ما ده برضو من ضمن الامور، من ضمن المشكلات التي تقابلها ساعه ما تقابل باي شيء، قل انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لانك لن تستطيع ان تغير شيئا. قال صلى الله عليه واله وسلم: ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. لما تنزل بك مصيبة ولا أي مشكلة، إذا رضيت الله سبحانه وتعالى يرضى عنه ويثيبك عليه، إذا تسخط الله سبحانه وتعالى يسخط عليه وتحرم من الثواب وتؤذر. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولن يغني حذر من قدر. يعني إذا أصرت بأي شيء، اعلم أنك حتى مهما حاولت لن تستطيع أنك أنت يعني تبتعد عنه أو تبعده عنه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير.